رادينا أهلا بكم. لقبها الشارع السوري بمذيعة المطر، قدمت الكثير من البرامج المختلفة، وبعد فترة وجيزة من عملها كمذيعة أخبار في مصر ألغت عقدها. فمن هي المذيعة السورية فتون عباسي؟ فتون عباسي هي إعلامية سورية الجنسية، وتعد من الإعلاميات الناجحات التي تمكنت مؤخراً من وضع اسمها بين الأسماء الكبار، رغم أن مسيرتها ما زالت في مهدها. عرفت بحبها الشديد لمهنة الإعلام منذ الصغر، وتمكنت من خوض التجربة الإعلامية في سن صغير، وعملت على تطوير موهبتها بشكل كبير حتى تمكنت من العمل في أكثر من قناة. عملت فتون ضمن عدة محطات إعلامية سورية وطنية، وبدأت شهرتها عندما عملت في المحطة الإخبارية السورية منذ بداية انطلاقة المحطة، وتركت فيها بصمة مميزة قبل أن تتركها. وقيل إنها غادرت المحطة بعدما تعرضت لمضايقات من قبل مدير الإخبارية السورية وبعد خلاف شخصي معه. وبعد تقديم استقالتها في قناة الإخبارية السورية، خرجت فتون من سوريا وانتقلت إلى مصر للعمل مع فريق قناة أون تي في المشهورة، وعملت بموجب عقد ينص على أن تتخصص بالعمل كمذيعة إخبارية عن مصر، وأن تذيع أخبار خاصة عن الدولة المصرية فقط. ولكن بعد فترة قصيرة من تاريخ بدء العمل، لجأت فتون عباسي لإلغاء عقدها مع القناة المصرية، والتي قالت إنها أخلت بشروط التعاقد، وذلك لأن المحطة طلبت منها تقديم كافة الأخبار وبكل الأنواع للمصريين، ما دفعها لإلغاء العقد والانتقال إلى لبنان للعمل في قناة الميادين الإخبارية والتي يديرها الإعلامي التونسي المخضرم غسان بن جدو، والتي عملت بها فتون منذ بدايات في المحطة وحتى الآن. وتمكنت المذيعة السورية من النجاح في تحقيق حلمها منذ نعومة أظافرها بالعمل في مختلف القنوات والبرامج، ووصفها الكثيرون بالمميزة والمتألقة، إلا أنها تعرضت خلال فترة في حياتها لانتقادات كبيرة أدت لإطلاق لقب مذيعة المطر عليها من قبل الكثير من المواطنين السوريين، حتى أنهم دشنوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل نفس الاسم. أما بعيداً عن الكاميرا، فتحرص فتون عباسي على إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء تماماً، حيث لم يسبق للإعلامية السورية أن وضحت للإعلام عن أي شيء يخصها، سواء وضعها العائلي أو هل هي متزوجة أم لا، حتى أنها غير متفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي ما عدا حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر. هذه هي فتون عباسي، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.